تما واش حالكم ما تبعات ولا قلب سنة خلينا نغير ونسافر افريقيا بس ناكل سنة تايلاند ماليزيا وبمبي هني المغامرات مو بهناك الا من الفندق للمول ومن المول للفندق وبعدين سيد للمطار ورادين البلاد ياي فانتاستيك اي لايك ات بس السيارة ديسكاستينج وبدون اي سي ياي ياي ذاب المكياج ذاب عالتوقة لا جايبه معايا لا سن بلوك ولا فاونديشن ولا بودرة شو بعد هذا سنتر بلوك ودستاستن وفنتاشتن شو بعد شو هالمنكر ايه انت يا امون انجلش امسي عدل تراج انت مو بحفيدة اليزابيث الثانية ابوك بو امبر وامك شبتو وخالك يا معان كنكري وما اقول غير الله ياخذ كورس الشهرين اللي خدتيها في البريتش كونسل خلاص يا شامبي معناته اتفقنا اتفقنا خلاص اتفقنا يلا كمان جايز ابتسامة سمايل بليز يلا قولوا تشيز تشيز دودو كما بوبو تبوبا هاتي هاتي الكاميرا خلينا نشوف الصورة كراتك يا أمون شو مصورة شو مصورة أنتي تبين تغربلينا ووي ليش ما بحلوة الصورة خليني أشوفها واو فهد يا ربي سو كيوت فهد فهد الحب علي فهد فهد وضعي هلبني انا ما اتعرف انجليشي وات سير سير خل تنفك هالمتينة انا مو مالي عينك ها حيوان واحد سخيف ما تخيلتك تموتين ياكلك فهد
تعبت يا ماماي أمور، بموت من العطش يا ماماي. مي تو. وي وي وي، أنا بعد بموت من العطش، حتى شفايفي نشفت. هذا كوخ. يا رب يا رب عندهم ماي، يا رب عندهم لازانيا، يا رب عندهم تشيكن ناجت، يا رب عندهم جلوس، يا رب عندهم آيلاينر، يا رب عندهم فاونديشن. واو، شكله محل افريكان اكسسوارز. How much is this? Abuli kimamala tapupu kame baby. Baba tatupu tiki mimi pamala tapupu. Igi bibi ni mana na duru tipi bibi wawa. Kusul wawa. Halil wawa. Lammal wawa. شوفي والله لبسنا. ايه رفيق، تسألك البنية رد عليها الأفلاك. هذا الحجر الذي بيدك هو حجر الأمنيات، حكي وتمني ما تريدين. حجر الأمنيات بكم؟ بكم سارة؟ بكم؟ شوفوا التضحية، المسكين ضحى بنفسه عشان حبيبته. ايه وين الحب موجود هالأيام في عالم البشر؟ يا ريتني ألقى مثل هالحب العذري، يا ريتني أحصل حد يحبني حب عنتر لعبلة، يا ريتني. أمون، شو هذا؟ أوه ماي جاد، هذا شكله تورست كامب، بنوه مكان شعبيتنا. لا يا الخبرة، ما بتورست كامب، شكله هجر الأمنيات حقق أمنيتي. ما يابلي حب زمن عنتر عبلة، بس اللي يابلي مضارب بني عبس كلها هني. أهلا بالحب، أهلا بالحب العذري، أهلا بحب عنتر. بيتنا كان هني، وين صار؟ رجع رجع يا أمون زمان عنتر، رجع زمان الحب الحقيقي، ما بحب الموبايلات والشات والبلاك بيري. وينو عنتوري؟ وينو حبيبي؟ وينو؟ يلا بسرعة يا أخي عنترة، الآن سيجي بابا مال عبلة وبيلعن خامس مال نترة. يلا بسرعة، خذ منها فلوس، يلا جلدي. حسنا حسنا، راقب جيدا. أهلا أهلا بابنة عمي عبلة، أهلا. هاي، أهلا أهلا ابن عمي عنترة، كيفك؟
كيفي بعد كيفي؟ تراه أبوك ملعوزني ومبهدلني ومطفر بحياتي. لماذا؟ المسكين ما طلب شيء، فقط طلب مهر 500,000 وحفلتين خطوبة وعرس ببرج العرب وتحضر لي حصان بنتلي وخيمة طابقين على جزيرة النخلة فقط، ولا هيدول كتار على حبيبتك عبلة؟ اسمعي اسمعي ماذا كتبت فيك، اسمعي. تذللت في الأوطان حين سبيتني، وبت بأوجاع الهوى أتعذب. لو كان لي قلبان. يا أخي لا تطولها وهي قصيرة، أطلب منها 10,000 دينار، وإذا لم تعطيك هددها بنشر صورها على الإنترنت. يلا يا ابنة عمي، يا ابنة عمي لا تكوني أنت ووالدك علي، فهو قد لعوزني وبهدل أسلاف أسلاف أسلافي من أجل الموافقة على الزواج منك. يي بي، وماذا فعل بك بي؟ بيك عايرني بلوني الأسود، فوضعت لمعة كي يصبح أسود مثلك مع ضمان اللون واللمعة، أي الشاينينج. بعد ذلك قال لي شعرك كيرلي، فملسناه وأصبح كالحرير، والآن أتاني بشرط تعجيزي جديد. وما هو؟ يريدوني أن أحضر له واير تشارج موبايل كاتل. شو يستعبط موج؟ ما عليه عن تورتي تقبرني، استحمل كرميل عيوني. هات تشارج الكاتل لبيي، وإلا رح بزوجني لشهبندر التجار شامبي. ماذا؟ شامبي؟ وما شامبي هذا؟ هذا الخاطب الجديد الذي تقدم إلي وسيدفع في مهراً 100 من النوق المحملة بصناديق الذهب والإلماس والمرجان، هيدا غير الخدم والحشم الذين سيخدموني، كما أنه قدم لبي هدية خاصة عبارة عن بلاك بيري وبين كود مميز. مالت عليك انت واير تشارج الكاتل مش قادر تجيب. بيي قادم. وابوك اللب ابوكي بيي قادم. ماذا يفعل هذا الصعلوك وراء غرفتك يا عبلة؟ انظر، لدي صورة ابنتك عبلة، اذا لم تتركني سأنشرها على بلاك البيري والإنترنت، وستكون فضيحتك بالجلاجل. ألا خدمة الأمين؟ الشرطة؟ ماذا؟ الشرطة؟ حسنا، لا داعي للشرطة، أنا طراق واحد وسأعترف على طول إنه عنتر. إيه من ما تكره عنتر، أنا براويه هذا العنتر وهو يحط طيك راشن بين عيوني وارميه. بس كفاك يا حبيباتي، لا تبكيش، قطعت قلبي. هذا جزائي يا عبلة على آخر أيامي. تريدين أن تمرمطي باسم الأرض؟ تريدين أن يقول العرب عن ابنتي مغازل شيء؟ لقد كنتي ثقتي بك. هاتي البلاك بيري والبليب والهوكي توكي الذي أعطيتك إياهم، وممنوع عليك أيضا المسنجر والفيسبوك من اليوم وسائر. أستمحك عذرا يا مولاي، وكيف ستذكر البنية إذا أخذت منها هذا اللب توب؟ اصمتي يا جارية، وممنوع عليها أيضا الذهاب للجامعة، خسارة فيك
ما أدفعهم الرسوم الدراسية لجامعة إيمان للتكنولوجية. وأنت يا لهوي أنا والله يا بيه علاقاتي كلها شريفة وعفيفة جاست فرنس مش أكتر، وأنا مقضيها فيديو شات وبس. وأوعدك يا مولاي من الغد سأكنسل الأكاونت الخاص بي في الفيسبوك. أريد منك أن تراغبيها 24 ساعة، لا تجعليها تغيب من نظر عينك دقيقة. سمعتيني؟ أحن إلى ضرب السيوف القواضب، وأصب إلى طعن الرماح اللواعب، وأشتاق كاسات المنون إذا صفت ودارت على رأسي سهام المصائب. هل سأخذها منك بالمبارزة؟ بالمبارزة بالمبارزة، شو تبى تخوفني أنت؟ يا لهوي إيه الموت؟ سلط الله على بليس، ده انت هتودينا في داهية. لا يا بنتي كله ولا الموت.